أعزائي المشاهدين، في المحور الثالث لهذه الحلقة سوف نتناول مقاس السلام لدى الحوثيين. الحوثيون يتحركون ويفصلون لأنفسهم ثوبا للسلام يتناسب وطموحاتهم، يتناسب وأطماعهم في حقيقة الأمر، يتناسب وسلاحهم الذي أشهروه ضد الدولة وضد المجتمع، يتناسب وحبهم وعشقهم للدماء وهم يسفكونها للأسف الشديد في سبيل مشروعهم الزائل والزائف. في هذا المحور يسعدني أن أرحب بالشيخ جعبل طعيمان عضو مجلس النواب، أهلا وسهلا بك. جزاك الله وسلمك. شيخ جعبل، ما هو المقاس الذي يريده الحوثيون للسلام في اليمن؟ البعض يقول بأن السلام الذي يرونه هو تمكينهم من حكم اليمن والاستئثار بموارده، وإن كان صعبا فليبدأ بالاستسلام له على مناطق أو عن مناطق الشمال. هل هذه الرؤية وهذا الثوب الفضفاض لهذه الميليشيات هو ما تريده بالفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الشعب اليمني يحكمها دستور الجمهورية اليمنية الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب اليمني، والقوانين النافذة التي لا يمكن أن تقبل بحكم فرد أو بدون الرجوع إلى الانتخابات والديمقراطية في اليمن. ومهما كان الطموحات لأي طرف أو الحوثي أو غير الحوثي أن يحكم اليمن بدون رضا الشعب اليمني، الشعب اليمني 30 مليون ولا يمكن إلا بالحكم الديمقراطي الذي اختار الشعب، المسؤول الذي اختاره الشعب أو البرلمان الذي اختاره الشعب. نعم، هو الذي يحكم. نعم، في إطار هذه الحرب وفي إطار هذا الصراع وفي إطار المفاوضات، الحكومة تقول هذا هو الإطار المناسب والوطني للسلام، مرجعيات محددة اتفق عليها اليمنيون، اتفق عليها الإقليم، اتفق عليها العالم. الميليشيات، ما هو الإطار الذي يتحركون في ضوئه؟ ماذا يريدون بالضبط من السلام؟ يعني كل طرف له طموحات أن يصل إلى مبتغاه بالإنفراد بالسلطة مثلا، لكن هذا لن يتأتى، وكل الحرب عبثية الذي تدور في اليمن كلها عبث بأرواح اليمنيين ودماء اليمنيين. نحن مع السلام ونحن مع من يريد السلام. مخرجات الحوار الوطني التي ظلت تدور في العاصمة صنعاء بجميع الأطراف شاركوا فيها، قد حددت ماذا يريد اليمنيون من هذا الحوار، وخرجت بمخرجات الحوار الوطني الذي قبل به الجميع وأيده العالم. فأقول إن كل ما يجري خارج عن هذا الإطار فهو عبث وفقط استهتار بدم اليمنيين. نعم، لماذا تمسك هذه الميليشيات بملفات مؤلمة تزيد وتضاعف من معاناة اليمنيين؟ تمسك بهذه الملفات كأنها أسلحة بيولوجية ونووية وغيرها، تمسك بخزان صافر وهو يهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر وعلى مواطني الحديدة وما جاور الحديدة والمنطقة برمتها، يمسك بملف المختطفين وهم الذين تجاوزت سني اختطافهم واعتقالهم الخمس سنوات من بيوتهم ومن غرف منازلهم ومن مزارعهم ومدارسهم وجامعاتهم. لماذا يقصف المدنيين في الأحياء السكنية؟ لماذا ينهب المساعدات؟ لماذا يستأثر بموارد اليمنيين بهذا الشكل؟ كيف يبدو ثوب السلام من الحوثي وهو يقوم بهذه الأفعال وهذه الرقع الكثيفة في ثوب سلام الحوثي؟ نسأل الله أن يصلح الجميع إلى ما يحب ويرضى، نسأل الله أن يفرجها على اليمن. أقول يا أخي العزيز، هذه طموحات لبعض الأفكار التي تريد، أو الناس الذي يريدوا أن يستحوذوا على السلطة يروا أن الضغط على مثل هذه الأشياء أو غيرها سيحقق لهم إنجازات، وهذا لن يأتي بأي شيء جديد. الشيخ جعبل، نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس الوزراء المعذرة
وزير الخارجية السابق عبد الملك المخلافي، يقول بأن الأمم المتحدة تدلل الحوثي ويكشف عن رفضها خطة المبعوث الأممي الجديد لأنها تتجه باتجاه تدليل الحوثي وباتجاه مساواة الأطراف، ويقول يجب أن يكون واضحا أن السلام بين حكومة شرعية ومتمردين عليها. جرفت هو طبعا يروا مصالحهم، الدول الغرب ترى يعني في القتال في الشرق الأوسط لها مصالح من بيع الأسلحة أو تغذية الحروب، فيريدوا تطويل الحروب في اليمن وغير اليمن في الشرق الأوسط، وهذا من أجل أن يبيعوا سلعهم إلى الدول العربية يعني يستفيدوا من ذلك، ولو كان عندهم يعني ولو كانوا يريدوا للأمم السلام أو للعرب السلام بالذات لكان يعني يقولوا المخطي أخطأت، ولا شوف أن تنظر إلى توقيف الحرب مثلا في الحديدة لكن المناطق الباقية مفتوح الحرب فيها. نعم صحيح. لماذا؟ لماذا هذا؟ لأنهم يروا أن في هذا توسع الحرب يعني فقط، وأن معركة الحديدة يمكن أن تقضي على أجزاء كثيرة من المشروع ومن الفوضى الموجودة. أخيرا، لو بحثنا عن تعامل هذه الميليشيات مع اتفاقات السلام المحدودة في مناطق سيطرتها مع هذا الشيخ وذلك الوجيه وتلك المنطقة، كيف تتعامل الميليشيات الحوثية مع اتفاقاتها؟ أي اتفاقات؟ تبرم أحيانا اتفاقات مع مناطق محددة، مشائخ وأعيان، أخيرا كانت لديها مفاوضات مع في ردمان مع آل عواض، كيف تتعامل مع كل هذه الاتفاقات التي تمهد السيطرة على المناطق؟ كل طرف يسعى، هي تسعى يعني كل طرف يسعى إلى استقطاب الناس إلى صفه، سواء شيخ أو منطقة أو قرية أو محافظة، وهذا من الذكاء أن يستقطبوا الآخرين إذا كان صدقوا أن يستقطبوهم. نعم. يعني من الذكاء أن يستقطبوا الناس، لكن كل الشرعية لا استقطبت الناس لم تفتح باب لهم. نعم، إذن هنالك يعني هنا ممارسة معروفة يعني نهج معروف للميليشيات الحوثية. أشكرك جزيل الشكر شيخ جعبل طايمان، عضو مجلس النواب، كنت معي في المحور الثالث عن مقاس السلام لدى الحوثيين وأوضحت الكثير في هذا الإطار، أشكرك جزيل الشكر.